معلومة هتصدمك، تعرف إن في لاعب عربي قدر يفوز بالكرة الذهبية في كأس العالم للناشئين في عام 1995؟ مش بس كده، ده كان هو كمان هداف البطولة، ولكن أخذ الحذاء الفضي بعد قرعة كده اتعملت بعد مساواته للاعب آخر في 5 أهداف. بالقرعة فاز اللاعب الثاني وأخذ هو جايزة الحذاء الذهبي. مش بس كده، اللاعب ده كمان قدر يروح كأول لاعب عربي لقرعة كأس العالم في فرنسا عام 1998. اللاعب ده كمان كان هو أفضل لاعب في كأس أسيا للناشئين عام 1994، واختير كأفضل ناشئ في أسيا عام 1995. مش بس كده، اتقدم له عرض رسمي من نادي أتلتيكو مدريد، ولكن وقتها المسؤولين رفضوا، وللأسف بعدها اعتزل كرة القدم في سن مبكرة جدا. اللاعب ده هو نجم منتخب عمان السابق للناشئين محمد بن عامر الكثيري.